السلام عليكم متابعينا الأعزاء، رجعنا لكم بفيديو جديد. هذا الفيديو راح نشرح فيه تطبيق بوتب. طبعا التطبيق متوفر على سوق بلاي، ورابط التطبيق راح أترك لكم إياه بالوصف تقدرون تنزلونه. قبل البدء بالشرح لا تنسونا من اللايك والاشتراك في القناة حتى يوصل لك كل شيء جديد. تطبيق بوتب هو للاتصالات والمكالمات الصوتية والمكالمات الفيديوية، حالة حال التليجرام وحالة حال الواتساب، يعتمد على جهات الاتصال. حاليا راح نشرح طريقة إنشاء الحساب على التطبيق وبعض مميزات داخل التطبيق. نضغط على تطبيق بوتوم، ننتظر على ما يتم الفتح. هذه هي الواجهة الرئيسية أو واجهة تسجيل الدخول إلى تطبيق بوتوم. نضغط على بدء الاتصال، ننطي السماح بإجراء المكالمات الهاتفية، نقوم بكتابة رقم الهاتف ونضغط على التالي. صار عندنا رقم خطأ، ونضغط على التالي. ننتظر على ما يتم وصول الكود إلى رقم الهاتف، نضغط نعم. سيتم إيصال الكود على الواتساب اللي مسوين به على الرقم، أو عبارة عن رسالة إلى رقم الهاتف. مثل ما جاي يشوفون وصلنا على الواتساب حاليا 293038. حاليا ننتظر قبول كود التفعيل، نضغط على متابعة، السماح. ننتظر على ما يتم التفعيل. هنا يقول لك تم تسجيل الدخول إلى جهاز جديد، نضغط أضف جهازا جديدا. هذه هي واجهة الدردشات الرئيسية. هنا عندنا المكالمات الخاصة بالتطبيق، وهنا الدردشات. هنا الاستكشاف اللي هي الأخبار والقنوات، تقدر تشترك بها من هنا. هذه هي جهات الاتصال أو الأصدقاء اللي مفعلين عندك بوتوم، تقدر تضغط على أي واحد وتتحدث وياه، راح يظهر عندك بالدردشات، وإذا أجريت معهم مكالمة راح يظهر عندك بالمكالمة الصوتية. نضغط على أنا، هذا هو الحساب الخاص بنا. نضغط على الحساب، من ثم نضغط على الخصوصية. عندك صورة الملف الشخصي منها تحددها إذا أكو أحد يراها أو أنت فقط، الحالة وآخر ظهور. هذه هي الثلاث مميزات اللي الجميع جاي يسأل عليها. هنا عندك تأكيد السن أو تأكيد المواليد، وهنا الصلاحيات. هنا عندك الإشعارات، وهنا الاستخدام الرسائل المحفوظة. تقدر تضيف تطبيق بوتوم لسطح المكتب إذا كان عندك لابتوب أو كمبيوتر. تطبيق بوتوم جدا حلو، واتصاله واضح، وكذلك الصوت واضح وما يراد لشبكة كلش قوية. أتمنى تستفادوا من التطبيق، ولا تنسونا من اللايك والاشتراك. مع تحياتي للجميع.